طب عايزين نتكلم عن موسم الصيف وحفلات الصيف. انت موجود في العلمين وعندك ايه بعد كده؟ عالمين في بعد الساحل الأول شهر الجاي حفلتين، وفي حفلة في كايرو كمان رح تعرفي عنهم كلهم. عندي أفراح كتير في مصر كتير، يعني هدير نحن تقريبا بالشهر عندنا 3 أفراح في مصر مينيموم. ربنا يزيد الأفراح عليك يا رب، إن شاء الله يضلوا مبسوطين. وبيسعدني أن يكون أنا جزء من فرحة هالناس بهيدا النهار بالذات، يعني بحب هالميموري نصنعها مع بعض. وعندنا حفلات بالأردن، كويت، أبو ظبي، تونس، عراق، لبنان، فرنسا، عندنا برمة كبيرة. طيب كمان فنيا عايز أعرف أنت بتحضر لإيه في الألبوم الجديد؟ هتصور حاجة تانية؟ أنت صورت حلوين حلوين. عندنا 8 أغاني هلأ رح تنزل تباعا أنا ومزيكا ابتداء من الأسبوع الجاي إن شاء الله. فيديو كليبس؟ في فيديو كليبس بينهم أكيد. صورت قد ايه يعني؟ عايزين حاجة اكسكلوسيف كده. صورت 2، صورت اول امبارح، صورت التاني وحينزل قريب. يعني هو تصور بطريقة عفوية جدا جدا لاول مرة في حياتي، يعني انت بتعرفيني انا منتظم شوية بموضوع الفيديو كليب، بس تصور موضوع عفوي جدا رح تحبه ان شاء الله. الجديد يعني في الفيديو كليب ده موضوع عفوي، ده حاجة جديدة طبعا. هتشوف ان شاء الله. فيش اي حاجة اكسكلوسيف عن الموضوع. طب ايه الاغنية اللي تصورت؟ أغنية من كلمات محمد رفاعي وألحان جون ماري رياشي وتوزيعه. أنت بتكتب كمان يا رامي صح؟ طبعاً أكيد. أنا أغنيتي تقريباً بـ90% مشارك بكتبتها إذا أنا ما كنتش كاتبها كلها، ومشارك بالألحان بكل الألحان اللي بعملها. بحب يعني ده المفروض. هلأ في أغنية أغنيتين تاخديها زي ما هي بس بشكل عام.